رئيسة لجنة غسطة طبعا مهرجانات غسطة نهلة هيكل خازن، أهلا وسهلا فيكي، ودايما بحضورك مع الحل عنا بتكون دايما تحية حب من كسروان إلى لبنان، خصوصا من غسطة هالبلدة العريقة بتاريخها العريقة بناسا، وبالتالي بوطنيتها، وما ننسى أن هي كمان جارة سيدة لبنان وعلى كتف جوني لؤلؤة كسروان. فأهلا وسهلا فيكي عبر الحل عنا ام تي في. شكرا، انا بحييك وبحيي كل اللي عم بيحضرونا، وطبعا انا مبسوطه كثير اليوم. انت بتعرفي السبب لانه سالتيني عنه قبل الهوا. مزبوط، انا يعني اول شيء حبيت تحيتكم من 5 سنين لليوم، دائما رفقنا على طول في تحيه حب دائما من غسطة الى من كسروان الى كل لبنان واللبنانيين، حتى نقول لهم ان غسطة بانتظاركم كل سنة بموعد بيتجدد. السنة صراحة حسيت يعني لفترة أقول أنا بعد ما سمعت شيء عن غسطة، رح يعملوا مهرجان ما رح يعملوا مهرجان، ولكن إذ شفت الإعلان على الام تي في قلت لا، في تحدي، وصار المهرجان رح يكون ب 30 آب عشية عيد شفيع البلدة مرسي معاني العمودي. صح، مع السوبر ستار طبعا، سوبر ستار اللي هو راغب علامة بغنى عن التعريف، بس انا بحب ضيف له انه هو سوبر ستار مش لانه بس فنان كبير هالقد، الاخلاق كثير يعني انا بالنسبه لي يعني بتلعب دور، فهو هو يعني حدا يعني او تعاطي معهم هن هو بالشخص والتيم تبعوله كان تعاطي اكثر من ممتاز، يعني مشان هيك هو بيستحق اكثر من لقب سوبر ستار. على كل حال هو سوبر ستار على قلوب كثير من الجمهور، صح، وعلى هيك مش ناطر شهادتي بس انا علي يقول شهادتي كثير مهمه، بس انا هيدي الصوره سولد اوت قبل ما ادخل على الاستوديو. صح، كثير حبيت، قلت انا يعني هيدا مهرجان من المهرجانات يلي سولد اوت قبل باربع خمس ايام، يعني صح نحن سولد اوت من امبارحه بس نطرنا لليوم لهيك نكون يعني انا عم بطلع معك ونعلنها. وطبعا هيدا السولد اوت مش لانه مش غريب على راغب علامة انه يكون سولد اوت المهرجان اللي هو رح يحيي، ولا على غسطة مهرجانات غسطة مش بوجهك، بس نحن مرحيين حقه كمان تنعطي حقه، بس الغريب انه طبعا نحن بالوضع البلد اللي مارقين فيه الوضع الاقتصادي الوضع يعني انت بتعرفي ترددت يعني كرئيسة مهرجانات، يعني كنت اكيد عم بتابعي كل المهرجانات يلي السنة للاسف ما كانت بزخم السنة الماضية، ترددت ولا لا كتير. يعني كان في تحدي؟ لا ترددت كثير، حتى انه بوقت اخذت قرار انه لا، بس مشان مره واحده من 5 سنين لليوم رح احكي عن حدا انا المفروض في انه شهادتي مجروحه، هو كان بشكل اساسي ورا هيدا المهرجان فريد هيكل الخازن سعاده النائب، نحن بنحييه اكيد، يعني انا يعني هو اللي اخذ القرار وهو اللي اصر وهو اللي قال انه نحن بدنا نكمل حتى لو شو ما صار، ونحن بلشنا المهرجان يعني كيف بدي اقول لك، نحن بلشنا ما لما قلنا انه بدنا نبلش ما كان في ولا سبونسر حتى، ونحن حتى لهلا يعني في قصص كثير بعرف انه اولاد بلدتي بيعرفوا تماما انه نحن اخذين على عاتقنا، وهيدا الشيء مفرحنا ما في مشكله ابدا يعني. وطبعا بعد الشيء اللي شفناه يعني سولد اوت، واللي ما ترددنا فيه كمان هو انه يكون من اول ما اخذنا القرار ما ترددنا ولا لحظه انه يكون راغب علامه الفنان الكبير هو اللي يحيي هيدي الليله للاسباب اللي شفتيها سنه الماضيه. الحقيقه انا كنت بدي احكيك لانه انا كنت الاشخاص اللي يعني ما شفت امامي سوبر ستار عم بيغني على مسرح هيك ليغني، حسيت فريندلي اكثر، يعني هو كانه ببيته مع ناسه مع اهله. صح، ومن نص دين قلبه كالعاده اكيد. صح، وقد ما تفاعل معه الجمهور يعني طلعنا الضوء اذا بدنا نقول. مزبوط يعني الناس من المهرجان على القداس بحريصة، بعتقد اكبر يعني دليل على نتيجه هو الشيء اللي عم تسالينا عنه هلا. صحيح، نحن عم نشوف هلا اني بعض الصور هيك بتذكرنا بحفله السنه الماضيه. بكل الاحوال نهله الخازن من 5 سنوات لليوم يعني المهرجانات بلشت بقوه مع فنانين لبنانيين، ناس بحبهم جمهورهم بحبهم يعني بمستوى كثير من الرقي من الفرح، لانه انتم دائما كان عنوانكم الفرح والموسيقى، يعني هي الموسيقى هي فرح، يعني بس بمجرد ما نطلع بصوره السوبر ستار ليك هيك كل قلبه مع الناس، يعني ما بده ينزل بيناتهم حقيقه. صح، طبعا في استعدادات لهالمهرجان، اخذتم كل القرار مؤخر، ولكن انتم على الوقت السولد اوت هيدي كمان
شغلة كتير مهمة هيدي بون بوان إذا بدي أقول يزاد على هي بمضافة يزاد على مهرجاناتكم. شعرتي إنه في واقع اقتصادي معيشي ضاغط السنة؟ طبعا أكيد أكيد أكيد. يعني نحن ليه التردد كان الأول؟ بس يعني كمان نحن في يعني إذا بدك أنا ذكرت فريد هيكل الخازن حتى أقول إنه هو بيعتبر من الأساس مش إنه هلأ لأنه في شيء، إنه هو عنده مسؤولية كبيرة بأنه كمان يلعب دور بإنمائي، دور إذا بدك ثقافة، دور نحن بهيدي المهرجانات. وأكيد ما بقدر أنسى كل فرد من لجنة المهرجانات، أنا يمكن بكون بالصورة بس عن جد في أشخاص بيتعبوا أكتر مني وبكتير، بس أنه يعني بتعرف أنت الظروف أنه ما بيكون أنه دايما بتكون نتفة شوية يمكن حدا مشان هيك بحب أشكرهم أنا، يعني أنه حدا بياخد الضوء أكتر لاسباب انه بتكون انه بحس انه رئيسة. ريت فينا نستضيفهم كلهم ما هي يعني هي بس كفايه، بس انا بشكرهم من قلبي انا بشكرهم من قلبي. وبدي اشكر كمان اولاد بلتي اهالي قسطه، طبعا ابناء قسطه رح اقول لك ليه، لانه نحن يعني من 5 سنين لليوم ممكن يكون في اختلافات بالسياسه قد ما بدك، بس ولا مره اختلفنا على المهرجان. اكيد وهيدا الشيء كثير مشجع، يعني لانه هيدا في ثقافه بانه الانماء للبلده والانماء للضيعه ممنوع الاختلاف عليه. السياسه بعدين الانظار تتجه الى بلده لبنانيه عريقه يعني بثقافتها بتاريخها صح. يعني نحن من 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 اجمل صح. البلدات الكسروانيه صح، يلي يشهد لها يعني ويشهد لناسها. فاكيد وخصوصا انه هذا المهرجان كمان يخصص لقاء محبة على مادة محبة كتير مهمة، عشية شفيع البلدة مرسمعان العمودي ب31 يعني تاني نهار المهرجان، بس من ضمن المهرجان. ولكن هيدا نحن ما بنضوي كتير عليه لأنه هيدا مخصص محصور بس لأبناء البلدة، لا أبناء البلدة لأنه ما في مطرح بس 100%. وبعدين الدعوة بعتذر بس أنه هي يعني هو مجاني، هي يعني منا دعوة بقدر ما هي يمكن لقاء سنوي صرتوا بيلتقوا العائلات مع بعضهم على ميدة محبة مع موسيقى مع هيدي كتير مهمة. قديش هيدي بتزيد اللحمة بين الناس؟ ما فيك تعرف. حكيتي عن السياسة، السياسة يمكن مرات بتفرق، ولكن إذا أبناء البلد بيلتحموا أو أقله مرة مرتين ثلاثة بالسنة قديش مهمة. أكيد. ويمكن هيدا كمان أنا سبب إضافة لإلي، يعني مخليني هيك مبسوطة بأنه نحن بهيدا العشاء كمان، هيدا العشاء بتشوفي فيه كل الانتماءات، يعني لأنه هيدا العشاء منه ما يعني أنا ما فيي زايد على ولا أي أكيد. حدا من أبناء البلدة بمحبتي لبلدتي، هو بأي انتماء سياسي كان أكيد أكيد أنه بحب غصته مثلي إذا مش أكتر. أكيد. ويلي عندنا نقول سولد أوت، يعني الناس قد ما تنبسط وبترتاح بهالمهرجان بهالموسيقى بالسوبر ستار كمان، يعني ما ترددت حتى انها تحجز وانها تكون حاضره معكم. يعني هيدا كمان دليل ليس فقط انه حب السهر او شيء، بس دليل كمان انه قديش مهرجان ناجح حتى الناس تستقطب. بعدين هيدا السوبر ستار كثير مهم. اي هيدا اللي بدي اقوله، هيدا دليل انه اللي انعمل سنه الماضيه اللي قدمه الفنان الكبير راغب علامه، اللي قدمه عم بحكي انا مش كفن بس ما هو في طريقه تعاطي، الصور بتحكي على كل حال، الكرم حدر تذكر ايه الكرم يبين، مش انه يعني الطريقه حدد الوقت كان عم يعني الاغاني الطريقه التعاطي مع العالم الانتر اكسيون مثل ما بيقولوا. السنه رح يكون نفس البرنامج او في شيء جديد رح يطلقوا من غصتا؟ يعني هذا بفضل انا ما بقدر اعرف السوبر ستار وين يكون. هلا كنا حكيناه لانه من طياره لطياره لحفله بس حلو هيدا بفضل انه نتركها سوربريز يعني او مفاجاه مثل ما بيقولوا، لانه هيدا طبعا هو والتيم تبعوله بقرروه، بس انه انا واثقه من انه السنه اكيد اكيد رح يكون كمان بعد احلى من سنه الماضيه ان شاء الله. نحن عنا فاصل نهلا، من بعده اكيد رح نحكي عن التنظيم يلي يشهد له وشويه هيك نعطي بعض الافكار للناس اللي قصدها غصتها ب 30 اب 2019. فاصل ومنتهي. من
نتابع الحل عنا مع رئيسة لجنة مهرجانات غسطى نهلة هيكل خازن. نهلة، حكينا بالبداية طبعاً هالتحية الكسروانية إلى كل لبنان، حكينا عن مهرجان غسطى للسنة، الحمد لله للسنة الخامسة على التوالي، ولكن بالنسبة لبقية المهرجانات السنة الماضية كانت زاخرة لدرجة يعني ما عادوا يعرفوا اللبنانيين وين بدهم يسهروا قد ما كان. السنة في ضغوط كانت معينة، ولكن أنت بنوع خاص المهرجانات بالنسبة لك للأسف. أنا بدي أقول لك شغلة، بيفتكروا العالم أنه نحن أنه إذا حدا عنده مثل كأنه يمكن نوع من تنافس أنه مثل كيف بالشغل. أنا بالعكس، أنا مع كل مهرجان يقام بكملوا بعضهم أكيد، أنا مع التنظيم، والسنة كان التنظيم أكيد أضبط من قبل. التنظيم بأي معنى؟ أنه ما يكون في مهرجانات بذات الوقت، يعني مشان اللبناني أو عرفت أنه الناس أو السواح يكون عندهم يعني مروحة من الخيارات. بس أنا أبداً مني ضد أنه حتى يعني بنبسط كل ما سمعت أي بلدة من بلداتنا بكسروان أو غير كسروان بلبنان فيها مهرجانات بنبسط. بتشاركي طبعاً أكيد بشارك، كيف ما بشارك؟ بشارك وبقول أكيد طبعاً حسب توقيت، إذا كان بفترة مهرجاننا يعني هيدي الجمعتين اللي بيكونوا لا، بس قبل أكيد وكلهم أنا تقريباً يعني وبشجع كتير، لأنه بعتبر أنه مش صحيح هيدا الحكي أنه مهرجان بياخد من درب الآخر، مش مزبوط. أولاً كل مهرجان عنده ناسه وكل فنان عنده ناسه وكل مهرجان عنده أسلوبه، يعني إن كان بمدينة أو إن كان ببلدة أو إن كان بضيعة بيخلق نوع من الانماء للبلده. يعني انا وقت تقولي لي حيلا بلده بكسروان بالنسبه لي مثل غسطى، يعني انه حيلا بلده بجبال مثل غسطى، حيلا بلده يعني عرفت شو قصدي؟ يعني الانماء كثير. على كل حال يعني دائما المهرجان هو غير انه مساحه فرح وموسيقى واغاني، هو كمان مساحه تلتقى الناس، كمان يعني بيكون مرافقة يمكن مأكولات، مرافقة نتعرف على أكلات معينة، على أطباق معينة، على تراث معين. هذا موجود بغسطة كمان، مش بالضروري بس بالأقل، إنه يمكن بأشغال يدوية. يعني ثقافة البلدة وتراثها هو بين إيدين كل، حتى ناس اللي هني عم يستقبلوا ناس بين الناس كثير مهمة. هيدا نوع من الإنماء وهي نوع من الثقافة يعني كمان، ما نحن بدنا نطلع على الوجه الآخر تبع لبنان. أنت طبعا بتعرف الوضع المرئين فيه إن كان على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد إذا بدك يعني السياحي أو على الصعيد الأمني، يعني في يعني أنا ما بدي أطلع على هيدا المنحة، أنا بدي أشوف الوجه الآخر. أنا بدي أشوف السياحة، الإنماء، الثقافة الحلوة، إذا بدك بدي أشوف أنا البلدات عم تتعبى ناس يعني أنه أنت مهرجان شو يعني مثلا بفوت كذا ألف شخص على البلدة، يعني بفوت كذا ألف شخص على منطقتنا. يعني من خمس سنوات لليوم قدي يعني بيدخل علي على مهرجان بحسب تقديراتكم؟ أكبر دليل أنه أنا يعني نحن اليوم قبل بجمعة سولد أوت على كم؟ نحن عندي أنا عم تحكي إذا كم مطارح 1500 كرسي مسكرة طبعاً، وليلة العشاء الكروي كمان بيكون يعني ما بقدر قلك قدي يعني ممكن يكون يعني بس ليلة العشاء الكروي مثل ما قلنا أنه نحن محصورة بأبناء البلدة يلتقوا ببعضهم. حكينا شوي عن المهرجانات بشكل عام اللي هي فرصة حتى الناس تتعرف على الضياء، هي السياحة الداخلية. بدي فوت أكيد بالتنظيم، يعني اليوم لنوصل على غسطة من عدة مطارح بنقدر نوصل، وأكيد اليوم ولا مرة من خمس سنوات يعني وسنة على الأكيد أنا الأشخاص اللي بوصل بتبع هالكارت وين الباركينج، بروح على الباركينج في ناس ناطريني بطلع بهالشاتل الصغيره، او اذا حبيت اتمشى كمان تأس حلو، ولا مره حسينا انه في تاخير، بنوصل على الوقت، في استقبال بساحه الكنيسه، لانه ربيكا حلو. لما تعطي من قلبك دونك بتشتغلي، مشان هيك عم احكيك عن الفنان راغب علامه والتيم، يعني انه هالقد هن يعني دقيقين بشغلهم، مشان هيك بتشوفي هيدا الزخم يعني بمهرجان وبتشوفي هيدي النتيجة. ونحن كمان بالمقابل طبعا نحن بنشتغل على مهرجاناتنا بأدق التفاصيل. بعتقد 2500 كرسي مش 1500. 2500 يعني قلت 2500 قلت 2500 قبل. ايه 2500 كرسي. ايه طبعا. منا يعني منه عدد قليل. لا وانت شفت انه ما بتتعرقلوا ولا ابدا. هلا طبعا انا هون بدي اعطي الحق كمان الاساسي لشركة ايس اللي هي بتستلم التنظيم طبعا،
بتستلم التنظيم ومستلم كل إدارة إذا بدك التقنيات تبع المهرجان، يعني فأنا المسرح، الإضاءة طبعاً طبعاً كتير حلو كتير طبعاً عجل. أنا بشكرهم دايماً. اللي حلو بمسرحكم بغسطة إنه بيضوي على الضياع، على صور من الضياع. ما عم بيجيب صور من برا ويجي يحطها بضيعة، لا عم بذكرنا بأهمية معالم الضياع، معالم الضيعة رح قلي كمان أو البلد كتير مهمة، مقصودة رح قلي مقصودة لي. طبعا لحد هلأ بعدها مقصودة، لأنه نحنا يعني كتير هين أنه تقولي هلأ يمكن مش السنة بس تقولي أنه بدي أجيب حدا أجنبي ونحنا الانترناسيونال وأنا مع، مش ضد، حتى ما حدا يفهمني، حتى ما حدا يفهمني غلط، بالعكس أنا مع كل المهرجانات يعني اللي بيجيبوا فنانين انترناسيونال، بس انه العالميين يعني، بس انا اللي بدي اقوله نحن بعدنا لحد هلا عنا اولويه ورح تضل، حتى لو شفتي على مسرحنا فرقه او فنان عالمي رح يضل الفنان اللبناني عنده اولويه، هيدي بالمطلق ما في بحث فيها ولا باي شكل من الاشكال، هيدي يعني مثل ما بيقولوا خط احمر، يعني هي خط احمر يعني ما يعني ما في تفكير فيه. حتى هن الفنانين يعني لما بلشتوا بالمهرجاناتكم كنتوا دائما الصف الاول، انا ما بحب اقول صف اول صف ثاني، بس بحب اقول انه دائما الفنان هو بيعبي حبي مطرحه على المسرح وجمهوره معه، صح. يعني ولا مرة أنتوا بخلتوا بجمهوركم بأهم الفنانين اللبنانيين قطعوا على المسرح هيدا، لأنه عنا أهم فنانين، لأنه عنا ونحن بنشوف، لأنه ما بنشوف أنه في جمهورهم معهم وبيزيد وكتير مهمة. السنة إذا كنا عم نحكي عن تنظيم أكيد آيسو شهد لها وين ما كان، يعني نحن من حيي لشادي وكل فريقه. سنة مغير رحال، ونتالي رحال، فياض نتالي رحال، مشان أعطيها حقها كمان أكيد لنتالي. سنة مغير شيء ما بعد نفس السيستم، نفس الطرقات، زيت السيستم، التيكي محطوط عليها طبعا، الباركينج في شباب على الطرقات منتشرة وين من أي مكان. ساعة يعني هيك إذا حبوا يجوا من أي ساعة؟ نحن حاطين إنه منفتح أبوابنا إذا بدك، يعني الآن في فود كورت طبعا، في البارتي السكسيون اللي فيها الأكل وفيها الكيوسكيت، فيها الهو اللي هي كتير حلوة ورائعة، فيها حلوة فيها منظر رائع، وفيها طبعا يعني مطاعم كتير إلى اسمها وجودها بلبنان، حاطين من 7:30 وهو على التيكتس محطوط انه ببلش على 9، يعني شو ببكروا شو بينبسطوا بالموقع اكيد، وافضل كمان لانه يكونوا هن عارفين 2500 شخص ليفوتوا، 2500 يعني ما انا هيني، وانت شفت انك انت بتوصلي دغري 100%، يعني مش لانه انا يعني بوصل، لانه كلنا بنوصل، لانه بنتبع كلنا مثل غيرنا، بنتبع هالكارت على الباركينج، بنتوجه على اللون، يعني في ناس دائما عم بتاشرنا عم تستقبلنا، هذا شغلة حلوة، كتير حلو، كل باركينج عنده اللون، حتى انك تشوفي هالشباب المحمسة اللي عم تشتغل، يعني عم نشتغل بمهرجان قديش مهم كمان الشباب اليوم عندهم شيء عم يعملوه مبسوطين فيه. شوف ربك انا يمكن اللي هن الشباب اللي هن عم بيشتغلوا بالمهرجان اكيد مهمة، بس انا اللي بيكبر لي قلبي اكثر هو لما نشوف انه نحن قديه على قلب واحد بالبلدة، صحيح، عرفت شو يعني، انه بتقولي لي كيف، بقول لك البيوت يعني كلها مضوية، الناس بتعزم، يعني حلو هيدا جو الحلو، مش فريق يعني، هيدا منا محطه لفريق سياسي معين، صحيح، مش مزبوط هيدا الحكي، هيدا المهرجان لكل البلده، لانه انا اكيد واثقه، لانه انا بعرف نفسيه اولاد بلدتي، يعني غصتا يعني انا ما في ادعي اني بحب غصتا اكثر من حياة لحدا موجود فيها، مش موجود فيها بس، وابن البلده وموجود وسكانها، يعني بقصد اكيد عم بقول، لانه اللي بيسكن بصير مثل ابن البلده، يعني هي أكيد. قصه مش 100% حتى يختاروا غصتا قد ايه بيكونوا حبوا غصتا، يعني اليوم هي. وفي ناس ساكنه بغصتا يعني الا ايه طبعا صار بتعتبر حالها من اهل الضيعه، وهذا الحلو يعني بالنتيجه الناس، هذا اللي بيميز لبنان، يمكن انا طبعا لازم اشكر سبونسر قبل ما انسى، اكيد يعني بكونوا مرقوا، بدي اشكرهم كثير، لانه نحن بهذا الوضع، نحن بلشنا واطلقنا المهرجان من شهر ونص على فكره، وما كنا بعد ما مش محيكين حدا، يعني بعد ما في، وهذا الظرف المرئين فيه، فانت بتعرفي في مهرجانات اكيد انه اهم من مهرجانات وسطى ما عملت السنه،
بدي اشكر الشيخ هيكل الشيخ فريد، يعني وجه له الخير لفريد هيكل نائب، انه شجعك لانه حلوه هالمساحه، مساحه الفرح. هو كان انا بدي كل الوقت عم بشجع، بس انا هيدي السنه سمحت لحالي، كان قبل يرفض وهو منه عارف حتى هلا انه انا ممكن كون، بس قلت انا لا، لانه السنه غير كل السنين، لانه بلشنا نحن بلشنا نحن عم نشتغل نحن، ما انه في يعني انه عرفتي، حتى انه البوست تبع السبونسرز نزل من 10 ايام، يعني نزل من 10 ايام، وبعد 10 ايام وجه الام تي في كان خير، يعني سولد اوت. بس انت واصله على الام تي في؟ وجه الام تي في انا ما لي بالفضل انه احكي عنها، انت بتعرفي علاقتي بالام تي في. طبيعي طبيعي، الام تي في في رابط معنوي كثير كبير بيننا وبينها، و الاستاذ ميشيل المر هو بيعرف انه خي اكيد نحن بنحييه وما في شك اكيد، يعني طبعا نهله بدي اقول لك يعني يعطيكم العافيه بالعكس. شكرا لكل لجنه مهرجانات غسطى، فريق العمل اللي معي، كل متطوع، كل انسان ولو من عمل بسيط جدا بس بيكون عم يعطي كثير لهالضيعه الحلوه، حتى نقول لكل الناس اللي حابين واللي حجزوا اوريدي من 10 ايام لليوم، نقول ان شاء الله بتنبسطوا بهالسهره اللي فيها كل شيء، الهواء النظيف، البلده الحلوه، الاستقبال الحلو، السوبر ستار باغانيه يلي بحسسهم للناس فعلا انه انا مش فنان عادي واقف، انا معكم، يعني بعد شوي بده ينزل بين الناس. عندي هيدا الشكر بعد للفنان الكبير سوبر ستار راغب علامه، نحن كمان، ولكل فريق عمله. صحيح. من قلبي، لانه فعلا يعني الشغل معهم بكبر القلب. نحن بدنا نقول طبعا لك اهلا وسهلا فيك دايما، طبعا مشاهدينا الموعد هو 30 اب الساعه 9 بتبلش الحفله الجايه، ولكن بتقدروا توصلوا من قبل وتنبسطوا كثير بالموقع، وان شاء الله بتكون سهره حلوه، وهيدا لبنان، لبنان الثقافه، لبنان الفرح، فرح الحياه. اهلا وسهلا فيكي. شكرا رئيسه لجنه غسطى، مهرجانات غسطى، نهله هيكل خازن. بعطيكم الموعد بكره دائما عبر الام تي في الحل عنا، الى اللقاء، ويا ريت كل الحلول هيك فيها فرح.